شلي وحنا أمسنا أمسنا قبل داس إكرانا لم جد ما جد سد حد مجرو إن رجيم كي هرا يكون مغنتاي وما أنت بارس الآن يا عدالة حمو نمحوها هاي أي أي لو دو جايو أرنتيدا يي إن رجيم كان هذا جوا يكون مغنتاي ومركز كان بين كل الكجوري وأي سي وكان بين جريان أي وأذا دولة داس وجرافيان نمحوها هاي كدود نمحوها هاي أدلي marka labadaas un bay metaay xilligi USC inta dad la dilo aa kofiyihi kofi casti maxamed siyaad baraa la korsaaray oo lagu korbaroornay waa wax siyaasada taas inay ku dhimateen suurtagal waa oo dadkan maanta rajiimka maanta haysta ay ku campaign gareeyaan suurtagal waa aniga waxaan lahayn bal horta aan wax hubsano oo wax ahno cadaadana qof aan maanta wax aan farta ku fiiqan karno aan noo cadaado oo muxuu ahaay aan xog badan aan helno أيضا وحي له ما دام أي قرضا معارضك أي كحزب جوا ذكرت سنوات أيضا التب دسك التب باحر تيك مد هاد أو محوا نسيت بكر وهاللي كمد بشان بال نبضات بال دول قاد بضم واي هلو كرس عضو حنا كيه وربهنت أيا بلا كهر كسو مقتاي حلبان جيسو أديكو قطبت كهر جيدين أيا دتك أتكون مدشو كرسي جا برلمان كسوماليا كنا دليل يد دولدة إن دتكاجو أي كقتين سياسة أهان سيدا وحلوقي بي لكن مدك دي بواقع مسلم حيث كبدل الركاز ما سنت هاي أنا مرة والبوا حنك سهر جيدا وحلي را 4.5 سوفت أنو سهر جيدا كو شاقا سقا يحنا كو شاقا شعبك الصوماليين هذا قيستانا وها مغلان كون إسرائيل بقول إيه لحلق بارلمانك الصومالي وحوا هاي بقول الله واتني سدح شن حلي وانا كلها هاي بقول إلى واتي سد حنشن حلوان كلها ما أنت والله بقول إتذوات إن إيشن أو يهاي نو حن كلها إيشن هذا معنى هذا وحواي وحلي قد لي أو اللي هو إغنوراري أو أنكو قني ضدنا مسود لين قري وين مودت سو ما هاي ستت شلك ما هاي ستت بس كاعد ضد مدلين أنت سالي وقيمي دول ده هذا جستن انت سي قيمه سيده 4.5 كل غوشه جاي تضمن اس الهي ابوري او ولي بد قوميده او بدن سومالي لو تلما مايو وا نيمكن جيم و بدغو او دارك ا 5 اس كجستين لير ا 5 اس سومال نسك وحاتين بيل نسك داتين لير عتال ما مركا انا مر ولبا وحان لي رجلنايا ان لغا بخو 4.5 ان لو غدبو دورش هل قف في هل عضة هدي مالته زيرو أن نقضة وأن حين بار ما بأن واي وأقنع سنة هذا الكاس مالته أي تيس إلا يحب محس بدل وحس بدل ملا وهي دلا كوقنع سنة 4.5 مالته سبحا شرتين مسؤول والبا جعل يهين إنه لا شيء يستوى ما لا شيء ما كقرب شيء ظاهر من شيء سو لكن دولة دان أي كود المنطقة بشيء صحيح صحوة وأبو كوش يا جب وأكون دول منتهي حقوق دي حقوق بدنا كم ما هايستو أجلس موجود ما هايستو إن محوا هاي برلمان كسام جيلوغ بهنا ما هايستو ما هايستو محوا هاي إن تكنوقراطية فرح بدن له ما هايستو محوا هاي إن حمنها فرح بدن له بلاها كلا لسي ما هايستو marka saraakiisha ciidamada sidoo kale muxuu ahaay ma haysto waxa ay dagaalka shabaab la dirirka shabaab waxa ay iga dhintay ugu yaraan 5 jeneraal Cumar Dheera ay iga dhintay oo ogtiin taliye qaybta 12 Abriil waxa ay iga dhintay muxuu ahaay Cabdi Salaan ay iga dhintay waxa ay iga dhintay injineer Cadoob ay iga dhintay waxa ay iga dhintay jeneraal Yuusuf Cali Qasaay ay iga dhintay أنت إذا لم تمالنا عدنا جرنال روح يا إذا أنت أو بلوغ رحي ماشان مقارو نلي راه ساتك جو غاشان صرا هيا لدلي أنت صو صرا كيلا وحويرات للاي وردتك كان دقالكي شباب وحاهد دتك قاري أمسين قال جعل دقالمي أنت صو أنكو شي غايني لا بد كل حي تبنكي إلا يهدى أنت ولا حي سيد أنت وحيل وحلقي يا ودتك حيكون أنت لو اسويد سينجر ان عداس حتى سراكيش وكبا ده شباب ودرك يا كبا كبي هل لو عيميو حللكودي حتى وحير مال
مرك إلا هاد وحير مالي وأوش بقول مرة وصوبن لي مال بدن الفقارة هن كذا هاللي ما هاي والله هاد فيري أنا وهاد السبب كلو أنا وهاي ملها وأنا إهن بشان بيل نبضات بيل دلقات بدن واي هلو كرس عضو حنا كإهن ماي مادام هذه دكتي أنا تشي كل لعبتي خويسكي أو مشتي أنا دلار كاسة سبي واد عركتين سي هوسي إيه سي سربا أرين كنا وحس واسك السياسة وحس واسك السياسة سياسة دنا وحواي مر والبالا شيقا وحنا لقى مغط مركا إنه وي وحواي بيشا إني كنت المنتهي وأن إذا عذب بدن كشيقي وأن صحافظ بدن كشيقي واصح وأنا كنت أغنى إلا يد واتهي حلباني أرين كلا أو حساسي أح أيا جرتا أو كدوغن أرمهن هدا أت كراستي حلالك أت كدو ديسا أو ولينا تاغن أو أن حلو هلين وأرنتي إكران تهليل أنا إكران لابا أضيان كلا ترسلنا أضوغيت تهليل فارح أحمد قينرال الله أنا من داهر أم جيسو قينرال ليلا في ملكي هوس واي قبل دي واي أدير كذا أنا هاي حلقو واي حاهد أي موتن تاي قبل أما الآن لا هاينين أنا قو إني دمتي إني نوشا إلا يهد ما هاينين سنة كي وحال أكو هذا أكسوري أما سنة كي لو هذا أكسوري لو سنة أكسوري معنتي إكران لواي لحي لواتكي جون labada kun iyo 22 walaalow qofta gabadhu sidii u joogtay naba suudaay ahayd tababar ay ku soo qaadatay ingiriiska gabadh si u joogtay la way waxaan islahaa hadii lagu tuumay rajimkii markaas jiray lagu tuumay hadii rajimka uu isbedelo asubahay askartii maagaas wax qarinaysay hadday rajiimka ka baqayeen oo markaas jiray maanta hadii liiraada lacag iyo waxa la siinayaa iyo lacag waddankana waa laga saarayaa si hoos loo yiraahdo in la heli kara ayaan rajaynaa marka waa un labo ma saddexaynahay in rajiimkii hore ay ku maqan tahay oo xuquuqdeeda sidaa lagu duusiyey gabadha iyo in rajiimka hadda jira ay ku maqan tahay waayo kambayn waxaa socday oo aad u kulul kambaynkaas hadii lagu dilo fiir xilligii USC inta dad la dilo koofiyihii koofi casti maxamed siyaad baraa la kor saaray oo lagu kor baroorinay waa wax siyaasadda taas inay ku dhimatayna suurtagal waa oo dadkan maanta rajiimka maanta haysta ay ku kambayn gareeyaan suurtagal waa in rajiimkii hore ay ku dhimatayna waa suurtagal laakiin rajiimkii hore ay ku dhimatay rajiimkana waxaa laga rabay inay soo saaraan oo ay ballanqaadi sameeyaan oo ay muxuu ahaay idaacadaha fadhiistaan oo si hoose noola soo xiriira ay dhahaan oo muxuu ahaay ay raadiyaan wallaahi billaahi haddii maanta la yiraahdo rajiimkii hore ay ku dhimatay haddii maanta la yiraahdo gabadha ciddii dishe hanoo soo cadayso boqol kun oo doolarna waa la siinaa waddankana waa ka saaraynaa horey ka keenay laakiin xukuumaddii hore way ka hadashay oo fahd yaasiin ayaa warbaahinta la hadlay weliba isagoo eedeymo u jeediyey ama sheegay dadka ka dambeeyey in ay dowladdan qayb ka yihiin xilalna ka hayaan haa waqtigeedii ma ahayn waqtigeedii intaas xilka jooga ayaa la rabay inaad noo sheego walaalkayga waa sax waa wax suurtagal ah waaye laakiin xilligeedii ma ahayn xilligii waxaa muxuu ahaa uu sheegi lahaa xilligaas xilka joogay mandatekiisa oo socday ayay ahayd oo dadkaas magacaabi ruuxooda loo soo xiri karin asan isagu soo xiri karin dadka kuma ayna qancin oo ay gabadha ka dhalatay rajiimka hadda joogana kuma qanacsani waayo shaki waxaan qabaa in gabadhaas kambayn ay u dhimatay oo ay dileen dadkii markaas isdabayaacay xabadaha uu sidhigaay ebaalkaa ay dileen oo ay maadaama gabar magac dheer le ay tahay ay ku kambayn garaynayeen waa ogtay tabeebaha madaxa lagu xirinaya hoteelada la tagay gabadhaasaa maqnaa lahay raggii shalay tabeebaha madaxa ku xirinaya waa joogaan maanta madaxa dowladda iga ayagaa laga rabaa maanta inay ay idaacadaha fadhiistaan ay dhahaan si qarsoodi nambarkaas qarsan hal nagala soo waco
إكران معلومات كذا أنا لصوصي عدي نصوصي س إكران هالقف مسوقف جرن مقطع ذي أسكر بدن عدش عن دي جيم كورة يكون مقطع أسكر بدن عدش نل ملاحة فرماج أنت مسوي اللي بستنا مدي لين قبر حبطكم الرفناي فهد كروح شيء يسني يوم صباح حبطكم الرفناي أسكر أم بالله أذكر أسكرتي لو أذيك سدي هدي ما أنت بلنغادة في على سمايو وشيء قلهم مركا ما دام أين بلنغادة السمايو هو يعني أي أي كسون غنيسة أي كسون غنيسة لكن أنا قف هبل أي سو أفجر قبل أسمع ليه كرني إلهي سبحانه وتعالى أي كين دون وحن أمزنا ليك ده دينا صغر سومين وحارنت استدبت على حلبة ندي إيران لو برشيد حلبة آمن محمد عبد أدي حتى وكل أركت دونين لبضاين لا حل وأنا متلقى قبل عنهن وأنا كل أركت دونين سببته أنا جو حن لا بلورت أن وحوب سنه أو وح نوع عدالة أنا قف أن ما أنت وح أن فرتك في قن كرنا نوع عدالة أو محو هاي أن حق بدن أن هلنا أيضا وحي له ما دام أي قرضة معارض كا أي حزب جوا كتر سنوات أيضا التب دسك التب باحر تي كمدة هاد أو محو هاي سيد بكر وهاللي كمدة إن الله نحرسته إن حلبان أي منا عاد هذا كذا واجه سي وحي هذا اللي جود لي قرح كذا عمل هذا بلد ويني إن قرح هذا اللي جود لي حلبان أي منا وحكاها اللي رئيس الوزراء حل جاسي محمد حسين رابلي ولي بقف فقرا أهكش يا جاي إن أوجي هاي أما معلومات أوكهاي دتكي كدم بيه لكن مركي حلك وكتجا إلا يهدى كم أصلا حلين ما نصوب نجين عديمه وحي ما ضبط قشن أديقو حلبان بهرلمان أه متلاي ما ضبط قشة أرين تاس ها هندس أوجي هاي ناس نوش يا جاي هاد جبر غالية أهل الدين أهل غيرة مدبض برلمان كسو جرتي افتين كبرلمان كاهت أيادي مت مركا وأن أوجي كلاح مسعونيس وأنا ذو حنوش يا جو حيا واحد تون كأن غبنه وأنا يكسون غني إن الله هاي وح سمي وان أجه وأنا شيء جيدين هذاني وحاول يبكى هذا إلى هذا ما أنت ما هنا لسك دعويسين دونا عمل سي قد بتيجي دونا إن شاء الله والله هاي وح كلام أم سنة أنا جو شلي وحنا أم سنة أم سنة قبل داس إكرانا لما جيت ما جيت سدحان مجرو إن رجيم كي هو رأيكم مغنتاي وما أنت باريس الآن يا عدالة حمو نمحو هاي أي أي لدو جايو أرنت هذا يين رجيم كان هذا الجوع يكون مقطع ومركز كان بين كل الكجوري وأي سي وكان بين جريان أي وأذا يدول داس وجرافيان نمحو هاي كدود نمحو هاي أدلي مركز الله وضع صنبا يمتاعي خويا ذي كان دوان أي هذا الشيء الحين شفتي دتكي أنا جوردن هايدي إكران أنا إجا ي أنتي أهل كذا إبا رجيم كامرك يقب صدين وحان لهن وحصو إف بحاية شهد كي دلي إكران أو رجيم كي ورا ما أنتنا وحوي وأوجد سيدا مامض وهذا شو صح وح حويرة بارتان وهي هاي المل ملحوينها ما أنت ملحوينها يا لهي المحكمة دا أوجد بستين المحوها هاي دعوذة هلا قرب استاق ملح وين قرب استاق صور لها يا يوتيوب إذا أتكلم قرتي دتك هي وما علامة تقولون كسو حرنا يو هدي حنون أو جرو وروح كله هسكلافان هاي رهذين أسكر جي سوشا جا إكران غاب كل ودري يعد دشي سوشا كتا عمر قات فوري كرتو العجان سينينا وان لوفينينا ودنك وكسارينا بس حواش هذا بس أنا جاي دي إن إيه لقاعدة البيضة دي لدل هدي كلها ما لها كل شيء ولا شيء لها هذا رياح ولا شيء لا لكن ده لوما بجذبه تاسع شك نقلنا إيش أو حتى هو يدي شك نقلنا إيش أو أنا قرر شك نقلنا إيش المحو هاي رجيم كي هرا كان بين قرين أو حل كل وري مرك حل كهلين أي كود لا يين لين يجي كسون قنيس كيس أي حتى لكن دبتوين أي كاسو قاري إن سداد هذا لا ده حد الله قدي حنكره ودك قارن براح بالشدة عن أركيني أو كو إذين يين عاد وحكي أكتها يا أريد تاس حكي جرا زائد أديت شعب كي يا عمبارينا صوته وحان هاي شخصي كلي إل هاي ورب الأنسجنو مال أم بيد بن دون تاي أنا هل مال بس يا عمبارين تو بركي وحان أم سنة هاي أنا أوجه هاي
قابك رقنك سو جرين كي السياسة إلها ذا يو إسيح اللي جذي أنت ضد لجو جورو أي سيدت كلاك عيو بنشيد اللاك عيو أي لوكر برورناي تي مدو أجن وياك العادة أو ملحوين يا البال لحبة ذي ضد بع حبض وصلي غريز جاري هوري ضد كيا أيوة مدهرة لا حبض الغور فري وهذا وكذا هذا ديك وحب مرامين وح سعودي وح سعودي أو حا هاي وح رنتي توه ضد كجلين كروين نظام دجال أو حوا هاي أنا وحب له كله هرينا مركي وقد بيسين واتي بودنك محوا عيدا من السوق لي ومن الطريق اللي كل جبي أو حول بالاسمه تاسا كلي كعليس بند مو قدو إكران مركا محوا هاي أنا وإلا إلا هاد عدالة نسوقينا عدالة نسوقينا هذا يجي هنا عدالة يو عفس هنا يدل بضانا سوقينا هذا يجي هنا إنه يسوى ساران كيس كأي دوغل كسميان أي قد أساران بلغادة لسمي ضدك أسكرتي مانتا المحوة هاي نبسوك دي مانتا وحا حكومة ما حلوان كي هرمات صلى الله حكومة أوس بلغات سمي أوس محوة هاي اللي رجل اسمها إدي واي هاي دي الحلال باريتانك أو يرى هذا أنا مانتا ننكو قبسن كرمال نظام كي لو غبت نظام كي لو جاي نظام كي لو دلي وحيول نصوشة فضلا أسكري كفى إيدي سفر السودان أسكري السوم مرتاح على الأرك لا ما الهب لا لقى غبت ما الهب لا لقى ما الهب لا هب لا لوج عنقلي هب لا لوج سيد بيسي لا هاي الأرك لا لكن ده هاد ذلك كذا مو موضوع حلقة يا با تون كلاو سيد حاضر قبل كنا وعاء إن دتك أي أقوان سدين أو أي نشيجين دتك إن أي أقوان سدين وأين الشيء إنه قعنتي إذا ما قبته تازن صورة قلوا قعنتي إذا ما قبته هبل كيسكم أوه كرنا إكران الصور الله سي تاسا كسيحون وعد هذا حمد تي وحمد 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 ماشي وقد بيس نك ساس أمسينا مع المانتا هنا يسكننا كل عيسى دولة ده حد وحيل بلاود لا دجال لك مصمم سوقا إن يدو بريطانيسا مسؤولين تا قيبها كلا دوغان هيئدها الدولة ده يدو دوت قاركود لوسوقا قبطي مركا أدفيريسو قابكا لو وجهيو لدقال لنكا مصماسوقا و أي دولة دو اوچيسو سيدي بي كولا مقطع أما أدو أرق تاديقا والله الآن المصماسوق لدقال لامو واوحفي عن واوحفي عن لكن وحالك لديري مصماسوق مدحوينها إنا صدقال لامو ماها رئيس وزارها إنا صدقال لامو ماها قدقي مصماسوق إنا سجروها قد دقي أنت كروبشن إنس جروا والله كلا ديري أنت كروبشن قد دقي هاي دول دي دول دان كوريس أي سميس والله كلا ديري إذا لو لدينا أقل كسر ما أنسحين أقل كسر هو اللي جين كري ورغدي اللي جين كري أنسحي يدت كيو صعود النور وأكوانا عشلة هذي أو حل برلمان كي أسكال جبناي أو الكلا داسناي أو وقت حنايه هذي أو برلمان كقول الشعب كوا بأنسحي أغل كسر أو أنسحين وهاد ما أنت أنسحي لكن جيب جيس بوالله كلا ده مركا أنا وما أمن سنة مركا إن ملحوين الرئيس وزارة أي جب حفيز ده ضل جاب إن كسر نقطة المحوها هاي مسماسق إن كسر نقطة إن مسماسق بارك كران مركا وحان قبا إن لسه جد جي أنت كروبشن وشغلاتها سدك دق إن الغلس إن محوها هاي إن قرصور ما لح بنان أو له له المحوها هاي دس كل قدعوين كر إن قفك أنت كروبشن على قصوق بتلي هذا حبس سيجو جر صح ما أحيل كيس إن قفك الله ما قعو صح ما دعوة ديال ولي واحد دعوة إنسان برهامش كم تلاد تلفزيون كسي بي إيه أيات كلا سعتان مركان حلباني إن دوان برلمانك أنت أوصل حرمين واحد كنتين موشين كؤادن إن وحكا بدل لغو السمية قطب كميدا الدستور كؤادن إن حل حلات كي أداه الدولة دا لغا ليغو شنصانو موشين كاسي إن حل كي بو كدن بي وارنتا حل حلات كالي ما تستور كدلك بارلمان كي سغالات لابدكون لابي إتوبان كي ألسمي سيدات بقول إيشان إلواتن أرجعها أنصحسي وحي أسو قد بيان وقبيوها
waxay u soo gudbiyeen baarlamaanka federaalka baarlamaankii sagaalad baarlamaankii sagaalad gudiga loo saaray waxba waa la bedeli way dib u habeyn waa lagu sameeyay way in dib u eegis waa lagu sameeyay way aan warqada la qoray markii mandate-ka uu naga dhamaaday 2016kii mandate-ka markii naga dhamaaday waxaan u dirnay baarlamaanka tumanaad ee iman doono baarlamaankii tumanaad sidoo kale waxba waa ka bedeli way in tiyo kale ay noqon ee dastuurka waxaa loo igmaday baarlamaanka loo igmaday inaan dhameystir ku sameeyno oo mandate-ka madaxweynaha iyo muxuu ahaa golayaasha dowladda shan sano ay noqdaan muxuu ahaa madaxweyne muxuu ahaa iyo ra-iisul wasaare keen qaadanayna laga hadlo in total mint ba dib u eegis dhab ah dastuurka lagu sameeyo intaas ay ahayd intii ayaa dad diidanba in dastuurka aan la eegin oo ay laba baarlamaano hore saan oo kale dad caqladaynayeen kan hadda dad aan ogoleynaa jira in la taabtaba in la taabtaba dadaan ogoleynaa jira waxaas ka bax waxaa muddo kordhin anagu warqadii aan qornay waa aragnay baarlamaanka soo socda ayay ka bilaabanayay markii la dhaariyo baarlamaanka markii la dhaariyo ka bilaabanayay baarlamaanka hadda maa dhaari loo celina baarlamaanka soo socda baarlamaanka oo 12aad ayay ka bilaabanaysaa dooda ka qaybgalaya ee aragtidooda ka dhiibanaya soo jeedintiina waxay ku doodayeen xilli xileedka ma wuxuu ka bilaabanaa baarlamaankan hadda mise baarlamaanka soo socda maya baarlamaankan ma ahayn baarlamaanka waxaa ku qoran muddo shan sano ahaa laga dhigaa kadib markii la dhaariyay baarlamaanka baarlamaankan ma aha marka kan kale waa waxaan looga caddayn karin taariikhda dib uma qoranta horey u qorantaa taariikhda dib uma qoranto fiir markiid wax qoraysa qoraal siyaasadeed markii la qoraayana wax waaweyn oo faahfaahsan oo warqada buuxinayay lama qore waxaa la qoraa in yaroo shorta oo gaaban waxaan dhaarnay baarlamaanka la dhaarin doono ayay ka bilaabanay marka baarlamaanka la dhaarin doono kee waa kan soo socda waay waa tahay hadda halkay wax marayaan oo mushiinka ku saabsan waa la sugayaa guddigii oo ku shaqada lahaa muxuu ahaa loo dhiibi mahdi iyo gruubkiisiina waa lagu kaabay guddigii oo loos labada aqal ka tirsanaa marka waan sugaynaa waxaan sugaynaa in muxuu ahaa la hor keeno dastuurka waa naga go-antahay fadhigan baarlamaanka fadhigiisa saddexaad in la dhammaystiro haddii fadhigan la dhammaystiri waayo soomaaliya dastuur ma leh waa lagu kala tagaa meesha sababtoo ah kalfadhiga afraad haddii la gaaro waxaa la raadinayaa doorasho iyo qaabkeeda iyo udhici laheed iyo kala orod iyo doorasho dad badan baa leedaha dad dastuur wax taabanaa ma leh jaaniska keliya ee lahayd waa jaaniskan oo midkan saddexaad kalfadhigan saddexaad waa tahay xildhibaane aad aad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay maxay tahay fariinta ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha dowladda shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka aad adiga ka tirsan tahayba fariintaydu ugu dambeysa waa mahadsantihiin idinka ay soo booqday waan idinka mahadcelinayaa mar walbana waa ay soo booqan kartiin laakiin fariinta aan ummadda soomaaliyeed u diraya waxaa weeye war soomaaliyay aan dowlad noqon war soomaaliyay aan qaadanno qalbigeenna horta marka ugu horreysa dib u heshiisiin aslaax baynalaas oo dhab a aan samayno dagaaladan qabaa-ilaadka dagaaladan kasoo cusboonaa dowlad goboleedyada hala joojiyo dowladda federaalkana waxaan leeyahay war waa ladiin dhalilsan yahay sax isa saxa dowladda federaalka markaan leeyahy waa xukuumadda dowladda anaga waa ka mid aanahay xukuumadda federaalka waa la dhaliilsan yahay khaasatan ra-iisul wasaaraha waa la dhaliilsan yahay ra-iisul wasaarahu ha issaxo dad waxaan arkay xataa ku mudacaayo baawur sheerinkii reeraha daarooda ku xadgudbay dad ku doodahaan arkay oo daaroodka marka walaal hadday wax ka jiraan sax si nabad loo gaaro si soomaaliya ay gacmaha usa qabsato madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne uu dagaalkii muxuu ahay al-shabaab cid kasta oo soomaaliya oo ah mas-uuli gacanuu kugu siina ha ka caajisina siiw waxaad moodaa in la xoogaa yar ee muxuu ahay dadabacsanaan ay timid oo hadda
dagaaladii difaacan la galay in difaac galay difaacan galnaa balanteena ma hayn maalintii ugu dambeysay madaxweynaha wuxuu ugu yiri dhinaca galbeedka hiiraan iyo shabeelada dhexe dhinacaan ilaa iyo koonfur galbeed afartan shan cashe kadib waanu soo gudbaynaa saddex bilood afar bilood ka soo wareegatay markuu madaxweynaha afar bilood ka badanba ka badan lix bilood waa ka soo wareegatay markuu madaxweynaha sidaas uu yiri marka in muxuu ahaa balanta sida ay u taagan tahay ciidankan oo dhinacaan bas lagu sii wado la joojiyo shabaab waa kuwaan xuroobi mayso webi ka galbeed idoon la xureynin dhulkaas xuroobi maa waan ku wiilbeelaynaa oo keliya waan ku wiilbeelaynaa oo keliya waa in la xureeyaa hiiraan galbeedkeeda ilaa baay iyo bakool ilaa koonfur galbeed ilaa kismaayo shabaab meelaha ay ku xoog badanyihiin oo ay wax ka soo abaabushaan oo kumaka u yeelaan meesha waa haddii aanan meeshaas la xureynin madaxweyne ma xuroobayso masagawaa galcad ceel dheer xarar dheer xuroobi mayso xaqiiqa taasaan hubaa sababtoo waxaa weye meeshaana ay ka soo deen qaato hooyaan dhaqaale ay ku haystaan in la xureeyo wa annaga diyaaran ku ahay ani deegaankaasaan ka soo jeedaa diyaaran u ahay inaan maalintii waa la soo wareeganaa dhinac kale loo soo gudbaa la yiraha tuutayda aan qaato aad u maadsan tahay xildhibaane guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii mataraad c b a ayaa ka daawanayseen ha yeeshee barnaamijka waxaa maanta marti igu ahaa xildhibaan daahir amiin jeso oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xubinna ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaane aad ayaad u mahadsan tahay nabadgelyo